انطلاق فعالية الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة. آل دبيبة يلتقي تبون ويبحث معه العلاقات بين ليبيا والجزائر. المستشار صالح يلتقي لجنة فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية بمجلس الدولة. أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من ليبيا روح الوطن، وتتابعون في نشرتنا أيضا. وزير الداخلية يلتقي نظيره الجزائري ويبحث معه فتح المنافذ والمعابر. أهلا بكم. انطلقت بطرابلس اليوم فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة المسار القانوني بحضور عضوي المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين. وأكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في كلمته على أهمية المصالحة الوطنية بكافة مساراتها من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، تمهيدا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد. وهنأ المشاركون المجلس الرئاسي لاتخاذه هذه الخطوة، مؤكدين دعمهم للمصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا وصولا للاستحقاق الانتخابي. وتخللت الملتقى جلسة مداولات تم فيها تحديد الأهداف الرئيسية والفرعية للمفوضية للخروج بنتائج تسهم في نجاح مشروع المصالحة. هذا وكانت المتحدثة الرسمية للمجلس الرئاسي نجوى وهيبة قد أشارت في مؤتمر صحفي عقدته أمس بالخصوص إلى أن الانطلاقة ستكون من خلال عقد 5 ملتقيات سيجتمع خلالها الليبيون في حراك غير مسبوق من أجل وضع أسس المصالحة الوطنية. الملتقيات ستنطلق من يوم غد 31 مايو. أول ملتقى هو ملتقى المسار القانوني الذي سيضم خبراء قانونيين وممارسين في مجال المصالحة وأكاديميين من كافة مناطق ليبيا، وسيضعون يضبطون المفاهيم وملامح عمل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة. ستليه ملتقيات، ملتقى يضم القادة المجتمعيين من الشباب والنساء، وملتقى للقادة الدينيين، كذلك لدينا ملتقى للمجالس البلدية واللجان الاجتماعية وعمداء البلديات، وكذلك المجتمع المدني والأكاديميين. هذا الحراك المكثف الذي سينطلق منذ يوم غد سيكون محدد بإطار زمني مش مفتوح، هو محدد بإطار شهر. الشهر القادم كاملا سيكون مخصص للمصالحة الوطنية وتأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة. هذا وكشفت وهيبة خلال المؤتمر الصحفي أن المجلس الرئاسي قرر هيكلة المفوضية بطريقة أفقية عوضا عن الترشيح والتعيين المباشر، وذلك من خلال الملتقيات التي سيعقدها في شهر يونيو القادم بمساراتها المختلفة وبمشاركة كل الفاعلين في مجال المصالحة الوطنية مع مراعاة التنوع الثقافي والجغرافي ومختلف الفئات. بعد هذا القدر الكبير من اللقاءات والاستماع لآراء الخبراء ومقترحاتهم، وبناء على تلك المشاورات نجتمع اليوم لنعلن لكم أن المجلس الرئاسي قرر وفي خطوة غير مسبوقة وجديدة على المشهد الليبي أن يجعل طريقة تشكيل هيكل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة بطريقة أفقية، أي أنها ستأتي من القاعدة الشعبية إلى الأعلى، ولن يقتصر اختيار من يقودون المفوضية الوطنية العليا للمصالحة من المجلس الرئاسي وحده، أي بمعنى أن قيادة المفوضية وهيكلتها وضبط المفاهيم فيها ووضع المنهجية لها لن يكون فقط بالترشيح والتعيين من أعضاء المجلس الرئاسي، وهو حق منحه له اتفاق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وإنما
سيعقد المجلس الرئاسي بدءا من يوم غد مجموعة من الملتقيات، هذه الملتقيات الوطنية التي ستحدث على مستوى الوطن هي التي ستؤسس لهيكلة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة وتضع حجر الأساس لها وتضعها على الطريق لكي تقود المفوضية مجهودات المصالحة. وحول هوية المدن التي ستحتضن ملتقيات المصالحة الوطنية، أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي أن الملتقيات بمساراتها الخمسة ستكون موزعة جغرافيا على كل المدن الليبية دون إقصاء لمنطقة دون أخرى. بالنسبة لملتقى يوم غد سينطلق من العاصمة طرابلس، بقية الملتقيات سنحاول قدر الإمكان أن تكون من مدن خارج طرابلس لأن المشاركين فيها هم من كامل أنحاء ليبيا، فيجري التنسيق الآن لكي تكون في مدن أخرى خارج طرابلس وكلها ستكون خلال شهر، يعني مربوطة بإطار زمني. استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالجزائر العاصمة أمس رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة، وخلال اللقاء أكد دبيبة على أهمية تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب، كما أبدى رغبة ليبيا في تعزيز علاقاتها مع الجزائر وتطويرها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات لتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات السلبية في المنطقة. بدوره أكد تبون استمرار بلاده في دعم المصالحة الوطنية في ليبيا والاستعداد لفتح المجال الجوي واستئناف الرحلات من وإلى ليبيا وفتح المنافذ البرية للتبادل التجاري ونقل البضائع والتعجيل بفتحها أمام المسافرين بعد تقييم الوضع الأمني. أهمية التعاون كانت كبيرة جدا في كل المجالات، التعاون الأمني ومجابهة التحديات التي تحيط بنا وببلدينا إن شاء الله. تأمين الحدود كان من أحد مهام هذه الاتفاقات وهذه المعاني القريبة من بعض. مكافحة الجريمة العابرة ومكافحة وحماية حدودنا المشتركة ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي للقوات والمرتزقة التي تتواجد في صحرانا الكبيرة. تم الاتفاق على التعاون في بعض المجالات ومن أهمها زيادة التبادل التجاري بين البلدين وهو ضعيف جداً، وإن شاء الله نريد الكثير من التعاون في زيادة هذا التبادل. من جانبها اتفقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري صبري بوغادوم على إعادة فتح معبر الدبداب غدامس بين البلدين، مؤكدة أن تعزيز التعاون الثنائي مع الجزائر يحتاج إلى مضاعفة الجهود ومعالجة جميع العراقيل التي تحول دون تحقيق تعاون اقتصادي أو تبادل تجاري فعال. نثمن دور الجزائر الثابت وحرصها الدؤوب للحفاظ على السيادة الليبية ووحدتها الترابية وصيانة استقلالها وتضامنها اللامحدود لأجل تحقيق المصالحة الوطنية، تثمينا خاصا للدور الإيجابي في إسناد ومرافقة المسار الأممي في إطار التوافق ونتائج اتفاق جنيف بالتوجه إلى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021 على أسس دستورية. هذا الإطار تناولت مع زميلتي وأختي نجلاء مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتدليل العقبات أمام المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين وتقوية المبادلات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك التسريع في فتح المعبر الحدودي الدبداب غدامس. لا يسعني في الأخير إلا أن أشيد بعلاقات الأخوة والجوار العريقة القائمة بيننا والتي كرست فيها في قيم التفاهم والتضامن في السراء والضراء، في السراء والضراء كثوابت رئيسية في علاقاتنا الثنائية. وبالأمس كما اليوم تبقى قيم التضامن والتعاون قائمة، ومثلما تضامن الشعب الليبي مع أشقائه الجزائريين إبان الثورة التحريرية، تؤكد الجزائر اليوم وقوفها وتضامنها اللامحدود مع الشعب الليبي الشقيق
لتجاوز محنته وتسعى لدعم جهود السلطات الليبية الرامية لإعادة الاستقرار السياسي والأمني وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات تمهيدا للاستحقاقات الهامة التي يبرمجها أو تبرمجها السلطات الليبية. التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة أعضاء لجنة المجلس الأعلى للدولة لفرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية، حيث بحث صالح مع أعضاء اللجنة ملف فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية لإنجاز هذا الاستحقاق المهم في هذه المرحلة، وتم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة إنهاء هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن. استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم السفير الألماني أوليفر أوفتشا لبحث آخر مستجدات المشهد السياسي في ليبيا. هذا وبحث اللقاء تحضيرات المفوضية للعملية الانتخابية المقررة في ديسمبر القادم، إلى جانب بحث الدعم الفني والاستشاري الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الألمانية في هذا الشأن. وصف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إجراء الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع التحضير للانتخابات في 24 من ديسمبر القادم بالأمر المستحيل، وفي كلمة له أمام عدد من النخب السياسية عبر تطبيق زوم أكد السايح أن المفوضية تتحضر الآن لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد، مشيرا إلى الدعم الدولي الكبير لهذه المسألة. وأضاف السايح أن المفوضية قاربت على إتمام جاهزيتها لتسيير العمليات الانتخابية، متوقعا أن تنفذ هذه التجهيزات في 15 من يونيو القادم. قال المبعوث الأمريكي الخاص وسفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نولاند إن بلاده تعمل على مساعدة ليبيا في بناء دولة قوية. جاء ذلك خلال زيارته إلى المقبرة الأمريكية في تونس، مؤكدا أن بلاده تدعم الجهود الليبية في الخروج من الحرب الأهلية وبناء مجتمع ديمقراطي. بحث وزير الداخلية العميد خالد مازن مع نظيره الجزائري كمال بلجود سبل فتح المعابر والمنافذ البرية بين البلدين، وتمت خلال اللقاء الذي عقد أمس في العاصمة الجزائرية مناقشة سبل التعاون الأمني المشترك في عدد من المجالات الأمنية والمتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، وكذلك الحماية المدنية ومكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال تبادل المعلومات بين الجانبين، إضافة إلى برامج التدريب لمنتسبي وزارة الداخلية والاستفادة من الخبرات الجزائرية في هذا المجال. وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تكوين فرق عمل بين وزارتي الداخلية الليبية والجزائرية لتبادل المعلومات والتباحث حول عدد من القضايا الأمنية التي تهم البلدين الشقيقين. بعد ورود معلومات مصدرية بوجود تشكيل عصابي يقوم بتهريب المواد المخدرة وبكميات كبيرة من المنطقة الغربية إلى الشرقية، تمكن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بجدابية من ضبط قنطارين من مخدر الحشيش، وذلك بعد تشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومة من قبل فرع الإدارة بجدابية، حيث تم ضبط شاحنة بالطريق الساحلي من مدينة البريغا إلى مدينة جدابية. هذا واتخذت الإجراءات القانونية وتمت إحالة القضية إلى النيابة من حيث الاختصاص. سجلت ليبيا خلال 24 ساعة الماضية 595 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا حسب التقرير الأخير للمركز الوطني لمكافحة الأمراض. هذا وأوضح المركز أن إجمالي الحالات المصابة في البلاد منذ بدء الجائحة وصل إلى 185,776، في حين سجلت الوفيات 3,126 حالة. ضمن حملات التبرع بالدم التي يشرف عليها مصرف الدم بطرابلس خارج المدينة، أقيمت بمستشفى المعمورة القروي حملة للتبرع بالدم استهدفت العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بالمستشفى والمواطنين من سكان بلدية المعمورة والمناطق المجاورة.
بدأنا في صباح هذا اليوم الحملة الوطنية بالتعاون مع مركز الدم في طرابلس في إطار تعاون بين المؤسسات الصحية. شرعنا في القيام بحملة للتبرع بالدم من خلال المواطنين، والحمد لله كان الإقبال ممتاز جدا، يعني أكثر مما توقعنا. والسبب في هذه الحملة أن احنا نعرف أولا فائدة التبرع بالدم، وكذلك لتغطية الاحتياجات في حالة الحالات الطارئة، يعني احتياجات المستشفيات، احتياجات المرافق الصحية. زي ما نعرف أن مثلا عندنا بشكل دائم يعني حوادث على الطرقات للأسف، ففي بعض الحالات الطارئة ديما يصير احتياج في الدم وما يلقوش يعني في فصائل جاهزة. فعلى هالاساس نسقنا مع مركز الدم او مصرف الدم بطرابلس للقيام بهذه الحمله. افتتح وزير التربيه والتعليم موسى المقريف مدرستين جديدتين بمراقبه تعليم درنا، هما جيل المستقبل والوحده، بعد تدشينهما من المبادره الليبيه الانتقاليه. هذا وتحتوي مدرسه جيل المستقبل على 24 فصلا ومدرسه الوحده على 14 فصلا، بالاضافه الى عدد من المكاتب الاداريه والمرافق الخدميه في كلتا المدرستين. وعلى هامش الزياره تفقد الوزير سير العمليه التعليميه في البلديه مع مراقب تعليم درنة. نظمت مدارس تعليم الكبار ببلدية وادي عتبة مسابقة منهجية للصف الثالث بمقر صالة الاجتماعات الكبرى بتساوى، ضمت 4 مدارس لمحو الأمية. وحضر المسابقة مراقبة التعليم ومكتب الخدمات التعليمية والجلسة النسائية تساوى والمعلمات والدارسات. هذا وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الأمهات على التعليم ومواصلة التعلم وخلق روح التنافس. إقامة المسابقات المنهجية داخل إطار التقنية التعليمية. نحن طبعا المدرسة التساوي التعليم الأساسي بنات تشرف على فصول لتعليم الكبار وحمى الأمية. هذه الشريحة من المجتمع طبعا تحاول جاهدة إلى اللي هو محو الأمية وكسر الجهل والتخلف. نحن نشجع هذه الشريحة كما نطلب من مراقبة التعليم اللي هو مساعدتنا في إيجاد مكان لهؤلاء الشريحة، بالإضافة إلى إحضار المنهج الخاص بتعليم الكبار وحمى الأمية. تشجيع لهذه الأمهات التي لم تستطيع أن تواصل دراستها على زيادة العلم والتعلم والمعرفة، ونتمنى لهم طبعا التوفيق، وهذا طبعا تشجيع لهؤلاء الفئة على زيادة مواصلة دراستهم وتعلمهم والالتحاق بركب المجتمع. وطبعا نتمنى ايضا من المسؤولين في المجلس البلدي او مراقب التعليم على توفير كل مستلزمات هذه الفئات وايضا متابعتهم وتشجيعهم. التقى وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي أمس بالنائب العام المستشار الصديق السور بهدف فتح آفاق التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وذلك من أجل ضمان سير عمل المرافق العامة المعنية بالشؤون المحلية وممارستها مهامها وفق صحيح القانون ودون حدوث تجاوزات أو مخالفات قانونية. وتمت خلال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات ذات العلاقة بعمل البلديات والشركات العامة لخدمات النظافة. اجتمع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بوزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي بهدف وضع الترتيبات النهائية لتمكين البلديات من ممارسة الاختصاصات ذات الطابع المحلي. هذا وأكد الغاوي أن البلديات هي الأقدر على إدارة شؤونها المحلية باعتبارها الأقدر على تلبية احتياجات المواطن محلية، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على نقل اختصاص الإصحاح البيئي والاختصاصات المتعلقة برخص البناء والهدم وإدارة الفضاء العام إلى البلديات اعتبارا من مطلع شهر يونيو. بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي ومنظمة جارة عافية للتنمية الإنسانية، شرعت مؤسسة عطاء الخير للأعمال الخيرية بتوزيع سلال غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمدن بلدية الجفرة والبالغ عددها 390 أسرة. هذه السلال هي الحصة الشهرية المقررة عن شهر مايو، وتأتي في إطار التخفيف من معاناة هذه الأسر.
الرابعة متواصلة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. شركة البريغا تسير ثاني قافلة وقود من مستودع مصراتة إلى سبها. أهلا بكم من جديد. قال وزير التخطيط فاخر بوفرنا إن إدارة الحسابات القومية بالوزارة تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24% في حال اعتمدت الميزانية وتم تنفيذها، وأن ينمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.8% للعام الحالي، حيث قدم الوزير شرحا مفصلا حول ميزانية التنمية وعلاقتها بالنمو الاقتصادي وتأثيرها على إنتاجية القطاع الخاص، وذلك خلال حضوره وعدد من مديري الشركات والمصارف ورجال الأعمال بمدينة بنغازي وسفير دولة ألمانيا لدى ليبيا حلقة نقاش بدعوة من مركز السلام للدراسات ودعم الاستقرار. عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس اجتماعا موسعا برئيس لجنة الإدارة بمعهد النفط للتأهيل والتدريب علي الذيب، تم خلاله مناقشة مشروع إنشاء معهد للصناعات النفطية بسبها. وفي هذا الصدد أشار صنع الله إلى مطالبة أهالي الجنوب بإنشاء المعهد وذلك لحاجتهم الماسة له، حيث سيسهم في تدريب وتأهيل أبناء مناطق الجنوب وسد احتياجات شركات القطاع من العمالة الفنية المتخصصة، ما يساعد في توطين واستقرار العمالة. اجتمع وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الانتاج رفعت العبار بعدد من حكماء وأعيان منطقة راس لانوف للاطلاع على المشكلات التي تعاني منها المنطقة. من جانبه وعد العبار بالعمل على حلحلة المشكلات المطروحة مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه سينقل المطالب إلى وزير النفط والغاز، بالإضافة إلى توجيه المؤسسة الوطنية للنفط إلى النظر في متطلبات المنطقة ضمن برامج التنمية المستدامة. أعلنت شركة البريغا لتسويق النفط اليوم عن تسيير ثاني قافلة وقود من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها، وذلك بحمولة 1,221,000 لتر من البنزين و 314,000 لتر من الديزل، بالإضافة إلى 110 أطنان من الغاز المسال. هذا وأكدت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك استمرار عملية تسيير شحنات الوقود إلى مستودع سبها النفطي المسؤول عن تزويد المناطق المجاورة له طالما توفرت الظروف المساعدة على ذلك. قام وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم عكرة بزيارة مصلحة أملاك الدولة للوقوف على الصعوبات التي تعيق عملها. هذا والتقى عكرة خلال جولته برئيس مجلس إدارة المصلحة وناقش معه سير العمل إلى جانب بحث سبل حلحلة الصعوبات التي تواجه المصلحة. أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن مدة طرح الأحمال اليوم ستمتد لساعتين على الجناح الشرقي، بينما تتواصل إلى 3 ساعات على الجناحين الغربي والجنوبي للشبكة. هذا ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل معها من خلال الأرقام المدرجة عبر صفحتها على فيسبوك في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال في مختلف المناطق.
استقبلت إدارة منارة الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم السنة النبوية ببلدية وادي عتبة مؤسسة عطاء الخير للأعمال الخيرية بمدينة تراغن، حيث قدمت المؤسسة عددا من المصاحف ودرعا للمنارة باعتبارها أكبر المنارات ببلدية وادي عتبة، والتي تضم قرابة 1000 طالب وطالبة متوزعين على فترات مختلفة، ويحتاجون إلى ألواح ومصاحف ومساند للمصاحف ومبردات مياه وبعض الفرش. وهذا كما شملت الزيارة موقع عقار المنارة الذي هو تحت الإنشاء. في جزء من المصاحف مقدم من مؤسسة عطاء الخير لمركز تحفيظ بلدية وادي عتبة مدينة تساوى، وحاليا المصاحف هذه موجودات قمنا بتسليمهم إلى المركز التحفيظ، إلى مركز التحفيظ بمركز الفرقان بلدية تساوى، بلدية وادي عتبة منطقة تساوى. وحاليا احنا متواجدين في منطقة تساوى مع المشايخ والأعيان مدينة تساوى، وتم تسليمهم المصاحف، وهذه المصاحف مقدمة مؤسسة عطاء الخير للأعمال الخيرية تراغن. بفضل الله سبحانه وتعالى وبكرمه أتت مؤسسة عطاء الخير للأعمال الخيرية تراغن، وأيضا معهم موثق في نفس المؤسسة في نطاق وجهات بمدينة تساوى، على أساس تسليم ما شاء الله والصلاة على النبي بعض المصاحف وبعض المجزأة والختمات الكاملة طبعا بروايته حفظ وروايته القالون، وهذه من كمساهمة لمركز الفرقان، ونحن بالصورة هذه حقيقة نشكرهم شكر لا يشكر عليه أحد. ليش؟ لأن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يعلو عليه عطاء أبدا. لم يتبقى بالرابعة سوى التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. انطلاق فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة. الدبيبة يلتقي تبون ويبحث معه العلاقات بين ليبيا والجزائر. المستشار صالح يلتقي لجنة فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية بمجلس الدولة. وزير الداخلية يلتقي نظيره الجزائري ويبحث معه فتح المنافذ والمعابر. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الرابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الإنترنت libyschannel.com أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. في أمان الله.